في رأيك بقى أبرز الأندية المرشحة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا؟ هو لما نيجي نتكلم عن المرشحين لدوري أبطال أوروبا فرقم واحد بيجي لنادي ريال مدريد. ريال مدريد طبعا الرقم القياسي للفوز بالألقاب، الرقم القياسي لكل الأرقام الإيجابية، ريال مدريد الأكثر فوزا، الأكثر تأهلا للأدوار الإقصائية، الأكثر تأهلا للمباراة النهائية، الأكثر طردا في البطولة. كل الأرقام الإيجابية والسلبية وكل الأرقام محتكرة لريال مدريد. فبيجي ريال مدريد مع المستوى الجيد اللي الفريق بيقدمه في الموسم ده خصوصا في الدوري الاسباني وتصدره لبطوله الدوري الاسباني، كمان رغبه ان الفريق ان هو يستعيد لقب دوري ابطال اوروبا ويواصل رحلته باللقب ال15، فريال مدريد بيجي انا بالنسبه لي هو المرشح الاول دايما في البطوله. بعد كده بيجي مانشستر سيتي حامل اللقب، فريق من اقوى الفرق اللي جت في تاريخ الكره. انا بشوف ان مانشستر سيتي جوارديولا عمل برشلونه 2009 جديد، يمكن مع الفارق ان هو ما عندوش ميسي في مانشستر سيتي، بس خلق اكتر من لاعب واكتر من حل، وبيستخدم كل اللعيبه بكل الطرق الممكنه ان هو يحقق الفوز. بيجي بعد كده بايرن ميونخ، اعتقد هما دول الثلاث فرق الاقوى والاكثر، ريال مدريد مانشستر سيتي وبايرن ميونخ. طيب بما انك اتكلمت على ريال مدريد، شايف الماتش ما بين ريال مدريد ولايبزيج، شفت المباراه ازاي؟ ريال مدريد لايبزيج فريق منظم بيلعب كره قدم حديثه من وقت ما كان مع ناجلسمان في 2019، فالمباراه مش هتكون سهله على ريال مدريد، ولكن ريال مدريد دايما بيحسم المباريات الكبيره في دوري ابطال اوروبا بخبرات اللعيبه وبالارث بتاع ريال مدريد. النادي ريال مدريد دايما بيكسب لان هو ريال مدريد، يعني كان دايما في ديجو سيميوني لما اتهزم ريال مدريد في 2016 في نهائي دوري الابطال كان في فيلم وثائقي بعد البطوله، فحد هو بيقول ان ممكن تقول ان ريال مدريد بيكسب بالحظ، بس انا بختلف معاك، ريال مدريد بيكسب بتاريخه لان هو ريال مدريد. فدي الفكره، ان ريال مدريد بيدخل فريق ريال مدريد، انا ريال مدريد الموضوع بالنسبه له بيبقى فيه افضليه له على اي خصم بيقابله. الى جانب تاريخه كمان تطوير الفنيات كمان لريال مدريد في كل بالزبط. في كل دوري وفي كل موسم بنلاقي ريال مدريد مختلف بقوته بالعناصر اللي موجوده فيه. وريال مدريد ما فقدش قدرته على انه على استقطاب النجوم ولا موسم. حتى في كل المواسم اللي كان الفريق بيقدم فيها اداء سيء كان دايما هو الوجهه الاولى لاي نجم. ده لان ريال مدريد دايما محافظ على قيمته التسويقيه، محافظ على اداته الاعلاميه في اسبانيا، وان اللعيبه بتاعته بتقدر ان هي دايما تنافس على كل الالقاب بمساعده الاله الاعلاميه لريال مدريد اللي هي بتتمثل في الصحف وقوه ريال مدريد وقوه فلورنتينو بريز رئيس النادي. فده بيخلي دايما الفريق وجهه لاي نجم كبير عايز يظهر في اوروبا وعايز يطلع على الساحه، زي ما حصل مع جود بلينجهام مرفض ان هو يروح ليفربول رغم كل الضغوط من عيلته ومن اداره ليفربول، ورغم ان عرض ليفربول كان ممكن يبقى اكبر من ريال مدريد. ودايما اللعيبه الانجليز بيحبوا يلعبوا في انجلترا اكتر من ان هم يلعبوا بره. فلما جاله ريال مدريد وحس ان ريال مدريد هو الوجهه اللي هتخليه يقدر ينافس على الالقاب، يقدر ينافس على الارقام الفرديه. نبص الناحيه الثانيه برضو اللي بياكد الكلام ده، كيليان امبابي بكل الاداء اللي بيقدمه وكل الانفجار اللي هو بيقدمه مع باريس سان جيرمان ومع منتخب فرنسا في السنين اللي فاتت، هو مش بينافس على اي القاب، مش بينافس على جوائز فرديه بشكل كبير، لان مفيش وراه آلة اعلاميه بتخدمه، مفيش وراه نادي قوي بيخدمه. فدي عوامل كتير قوي بتدي ريال مدريد افضليه في كل المسابقات اللي بيدخلها حتى في الصراعات على صفقات اللعيبه.